ومعانا تقريبا اخر اتنين، ايمي عمرو وروفان محمد محمود. يلا نشوف مين فيهم اللي هتفرقع البالونه للتاني. يلا 3 2 1. تعالوا هنا. ايمي ترشيت البالونه لروفان. ايمي عمرو طلعت انت يا ستي هتجاوبي السؤال. يلا حولي من المذكر الى المؤنث. كلمه ايه عندي؟ جميل. جميل. جميله. جميله، احسنتي يا قمر. نحييهم يا سنه اولى. بسم الله بسم الله بسم الله. وعشان يا سنة أولى البالونة بتاعت إيمي دي هي آخر بالونة وهي مش راضية ترشق خالص، يلا يا روفان حاولي بقى ترشقيها عشان نشوف مين اسم الطالبة اللي جوه. ضغطي جامد، يلا يا روفي جامد جامد جامد. الظاهر يا سنة أولى البالونة دي فيها حاجة مش راضية ترشق خالص. وأنا يا سنة أولى هحاول أنا ترشقها. آيس الأحمد بهير، أنت يا آيس بالونتك مش راضية ترشق خالص. اكتبي الكلمة بها اكتبي كلمة فيها مد بالألف. امسكي القلم اللي على السبورة وتفضلي اكتبي كلمة فيها مد بالألف. يلا يا أيسل. إيري أنا ناسو، أحسنتي يا جميلة. سافلهم يا سنة أولى. بسم الله بسم الله بسم الله.